سؤال حول القرآن، هل تقرأه قبل الأذان، قبل أذان الفجر أم بعده؟ اللي يناسبك كله مزيان، قبل الفجر حسن وبعد الفجر حسن. قبل الفجر غادي يكون من قيام الليل، إلا قرأت القرآن قبل الفجر، قبل ما يود الفجر يعني صلي به، راه قيام الليل هذا، وذلك شيء حسن وعظيم، لأن ذاك ثلث الليل الآخر ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا ويفتح الأبواب لعباده، هل من سائلين فاستجيب له، هل من مستغيثين، إلى غير ذلك من الصيغ التي وردت، بحيث أنه اللي يطلبها العبد من مولاه اللي خلقه بصدق، طلبها بصدق في ثلث جوف الليل الآخر ربي كيجاوبه. فإلى ربي تعالى قواك تنوضي قبل الفجر بواحد الساعة ولا ما يقارب ذلك وقريت القرآن بالصلاة راه شيء كبير. بغيتي تقرأه من الفجر فهو حسن أيضا، اللي أنا مذكور في القرآن والسنة أنه مزيان يتقرأ القرآن أيضا بعد الفجر، لأنه ذاك البكور أو الغدات، وصبير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه، وهذا المعنى كثير في القرآن بالغدو ولا صال، فيعني كله مزيان إن شاء الله.